السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كان يجب أن أعطيكم الأجرة الأسبوعية قبل هذا الوقت، إنما هناك أمور حدثت في المصرف الذي أتعامل معه. خذ هذا حقك 150 ريالا، عدها. شكرا لك أستاذ مازن. وهذا حقك أنت. شكرا. شكرا يا أستاذ. بقي يا عبد المنعم. أعرف ذلك، تعال يا عبد المنعم. أقسم أنه سيعطيه راتبه خلصة عنا. حاول الاقتراب منه ومعرفة كم سيعطيه. خذ يا عبد المنعم، هذا حقك، أنت عامل نشيط تستحق الكثير. هذا كثير يا أستاذ. لا عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام. كم هو المبلغ الذي أعطاك إياه؟ لا شأن لكما بهذا. إذن أنت تفرق بيننا. أعطاك زيادة عنا دون شك. وليكن، هو صاحب العمل وهو الذي يحدد أجرة كل واحد منا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين عبد المنعم؟ إنه هناك. يا عبد المنعم تعال إلى هنا. نعم أستاذ. اصعد إلى السيارة. لكن لا زال أمامي بعض العمل أستاذ مازن. لا ضير في ذلك، سوف ينجز العمل طالب وعامل. هيا، عليكما أن تنتهيا من عملكما عند السادسة. ها؟ حسنا حسنا يا أستاذ. ماذا بك؟ لماذا توقفت عن العمل؟ سأتوقف عن العمل. يجب أن نحمل هذا الشحنة ونضعها في الشاحنة. أيها الأبله، تشقى أنت وتتعب ويجني غيرك الراحة والمال؟ تقصد عبد المنعم؟ ما عاد صاحبنا مذ أمس مشرفا علينا، وفي النهاية ينال راتبا يفوق راتبنا. إذا لم يعجبك هذا الوضع استقل واترك الشركة. أيها الأبله، نحن نطالب بالمساواة بيننا. منذ 5 أعوام كنت أنا الآمر والناهي في هذه الشركة. فجأة جاءنا عبد المنعم، توسطت له عند الأستاذ مازن فوافق على تشغيله في البداية حمالا لأكياس الأسمنت. بعد ذلك قربه صاحب العمل إليه وأدناه منه، فأصبح مراقبا في هذه الشركة ومستشارا للأستاذ مازن، يرافقه في غدواته وروحاته. وهل يرضيك هذا؟ يستقل السيارة مع الأستاذ مازن ونحن نعمل هنا حتى مغيب الشمس. ولهذا جمعتكم لأبلغكم أن صاحبكم عبد المنعم قد اعتزل العمل داخل المصنع وأمسى مسؤولا عن التسويق الخارجي. أعرف أن التواصل مع الآخرين كان يتم من خلالك يا طالب، ولكنني ومنذ الآن ارتأيت إسناد هذه المهمة إلى عبد المنعم. ما بك وقفت؟ لم أنهي كلامي بعد. أحسب أن مقاليد هذا المصنع أمست بيد عبد المنعم. ستكون كذلك بعد أيام 3. لقد قررت السفر بعون الله بعد 3 أيام من الآن، ولهذا ارتأيت أن يمسك عبد المنعم مقاليد المصنع من بعدي. كيف يستلم مقاليد هذا المصنع وهو لا يعرف شيئا عن علاقتنا مع السوق المحلي؟ اصطحبته معي خلال هذين اليومين المنصرمين كي أعرفه على زبائننا. أما ما تبقى من الزبائن
فهذه مهمتك يا طالب. لن أدله على أحد. ما بك سكت يا طالب؟ لا شيء، إنني أستمع إليه. السلام عليكم. ما بكما لا تردان السلام وتنظران إلي شررا؟ أنا واحد منكم، لما لكم وعلي ما عليكم؟ اسمعا، إذا كانت هذه الأشياء تميزني فأنا لا أريدها. هذا هو مفتاح السيارة وهذه هي أوراق العمل، لا أريدها. هذه زمام قيادتك الجديدة، احتفظ بها لنفسك. لو لم تكن متزلفا لما وصلت إلى ما وصلت إليه. أي تزلف وأنا الذي رفضت إلا أن أكون في موقعي من جديد؟ وزيادة الراتب، الأستاذ مهزني أصر علي أن أخذها، ماذا أفعل؟ أرشداني. لو لم توسوس في أذنيه ما خلعني من مركزي وجعلك فيه. أنت تقول هذا الكلام يا طالب؟ هل أنكر جميلك؟ وأنت الذي يسرت لي سبل عيش؟ يسرت لك كمن يسر للضب أن يدخل عش الجرادة. 5 أعوام وأنا أعمل في هذه الشركة، وفجأة بسحر ساحر تحتل أنت مكاني. أتراني أفرح لهذا الأمر؟ كل الذي حدثتني عنه كان كلاماً غير ملجئ. أين أكياس الإسمنت التي كنت تمدني بها يوماً بعد يوم؟ ألم أقول لك انتهت أيام عزي وسطوتي؟ لقد بدأت تتهرب مني. لقد تسنى لك من يشتري منك الإسمنت المهرب غيري. لا تفضحني يا رجل، انقضى الزمن الذي كنت فيه مشرفاً على المصنع، أبيع وأشتري دون حسيب أو رقيب. بمعنى أمسيت مجرد عامل تصدر إليه الأوامر من رجل لم يمض عليه في العمل 4 أشهر؟ أتعيرني في عمل كنت تشاركني فيه؟ كلانا مريض في قلبه يا صاحبي، أنت يقتلك الغيظ وأنا يقتلني الطمع. نتفق في ضحية واحدة ننفس بها عن غيظنا ونسد بها عن طمعنا. هل تريدني أن أعود إلى مسؤولية العنابر كي أزودك ببعض أكياس الإسمنت؟ نعم. كيف؟ شكرا لك أستاذ مازن، شكرا لك، مع السلامة. طالب، عامر، صاحب الشركة يقرئنا السلام ويعطينا 3 أيام كفرصة نذهب خلالها إلى عوائلنا ثم نعود بعد ذلك. أعطاكم الله العافية. هذه هي القصة وسر هذه الأموال بين يديك. الحمد لله الذي أنعم علي بفضله بعد سنوات العذاب 4. رب العمل شملني بعطفه وكرمه. تخيلي أنني كنت أقبل ب60 ريالا كأجرة أسبوعية، فإذا به يعطيني 120 ريالا دفعة واحدة. الحمد لله. الحمد لله. وينزع مسؤولية المؤسسة من يدي طالب ويوكلني أنا إياها.
على الرغم من أنني عارضت ذلك مرارا وتكرارا، إلا أنه أصر على ذلك. هذا الذي كنا بحاجة إليه، لقد جاء في وقته. عن أي حاجة تتحدثين؟ لم أشأن أعكر صفاءك عند وصولك. هذا تقرير من إحدى المستشفيات في الخارج يفيد بوجود علاج لإعاقة ابننا، لكن تكلفة العملية الجراحية 2000 ريال. 2000 ريال؟ وهي ليست مضمونة النتائج. لا حول ولا قوة إلا بالله. 2000 ريال وليست مضمونة النتائج، ما هي احتمالات النجاح؟ يقدر نجاح العملية بأقل من الوسط. الشافي هو الله تعالى في البداية والنهاية. ونعم بالله، ونعم بالله. ما دام هناك بصيص من الأمل في علاج ابننا، لا يوجد لدي مانع. اسمعني جيدا يا عبد المنعم، الحكاية ليست بهذه البساطة. لقد اختفى من المستودع نحو 50 كيسا من الإسمنت، لم يدون ذلك في الدفتر. كلامك صحيح يا أستاذ مازن، 100%. إذن أين أكياس الإسمنت؟ صدقني لا أدري. كيف لا تدري وأنت وحدك تحمل مفاتيح المستودع؟ وهذا الذي يحيرني. هل أعطيت المفاتيح لأحد من رفيقيك؟ مستحيل، احتفظت بها حتى عودتك. إذن أين اختفت أكياس الإسمنت؟ لا أعرف، لا أعرف. لن أتوانى عن هذه القضية، سأستمر بالبحث. ماذا عندك هنا؟ سأخبرك. ماذا لديك؟ أكياس الأسمنت هذه من مؤسستي، مطبوع عليها خاتم المؤسسة. لا ناقة لي ولا جمل في هذا الموضوع. أظنك اشتريتها بسعر أقل من السعر الموجود في السوق. نعم، ولأجل هذا اشتريتها. كيف تشتريها وأنت رجل مسلم؟ مسلم؟ أهي ميتة أم لحم خنزير؟ إنها مجرد أكياس واشتريتها. أعلم هذا، كان يجب عليك معرفة مصدرها. أليس من الممكن أن تكون مهربة أو مسروقة؟ أنا لا أهتم بهذه الترهات، ما يهمني فقط هو أن بضاعة عرضت علي بأقل من ثمنها في السوق فاشتريتها. تذكرت اسم الرجل. ما اسمه؟ اسمه عبد المنعم. عبد المنعم؟ لا أرغب في الطعام، أعيده إلى مكانه. لكنك مقبل من سفر، هو مؤكد أنك جائع. قلت لك لا أريد طعاما. أخشى. تخشين ماذا؟ لا شيء. حاولي ألا تطبخي فمك في مثل هذه المواقف. ماذا لو كانت هذه الأموال الكثيرة التي تأتيني بها نتاج فعلة تمارسها؟ أنت تقولين هذا إلينا؟ الشيطان يوسوس أحيانا. ولكن أنا زوجك، تعرفينني حق المعرفة. إن بعض الظن إذ أستغفر الله، أستغفر الله. إنما الإنسان يندفر أحيانا لكل الاحتمالات الممكنة، أن يعاملك خير معاملة ثم يطردك دفعة واحدة من دون أسباب. تصرفات تدعو إلى الريبة والشك. لا أحد غيرهما، إنهما يكيدان لي. من تعني بهذا؟ عامر وطالب.
زميلاي في العمل واللذان حدثتك عنهما، إنهما يكيدان لي، ومن الواضح أنهما نجحا فأوقعا بي، لكنني لا أعرف سر ذلك. هذه هي قصتي يا عامر، أقسم أنني لم أسرق. هل تصدق أنني أسرق يا عامر؟ لا أعرف ماذا أقول لك. وما الذي يدفعني إلى سرقة رب العمل الذي أكرمني كثيرا؟ صدقني، لولا طفل المعاق لما أثر بي ذلك الحادث الذي اتهمت فيه زورا وبهتانا. يكفي أنني أستمد براءتي من الله سبحانه وتعالى. ونعم بالله، ونعم بالله. ولكن الذي يحز في نفسي هو موقفكما أنت وطالب. إلى أين يا عم؟ سأعود من حيث جئت. المؤسسة؟ لماذا؟ خطر لي الخاطر، يجب أن أسير اتجاهه. أستاذ مازن، حدثتك بما لدي. هذا كلام خطير، كان يجب عليك أن تحدثني به منذ بدء الحادثة. طالب، أريدك في المكتب حالا. أعترف أنني ظلمتك. أستغفر الله يا أستاذ مازن، لم أجد إكراما أفضل من هذا. أنا مجرد عامل بسيط في مؤسستك، ومع هذا سلمتني مقود هذه السيارة ومفاتيح المؤسسة بما فيها. على الإنسان ألا يتسرع في أحكامه وإلا جلب الندامة لنفسه. ظننتك سارقا بادئ الأمر، ولكن الحمد لله بانت الحقيقة وأودع السارق في السجن. ما يؤلمني أن يكون عامل رب عمله الذي ائتمنه على رزقه. أعطيته أكثر مما يستحق ومع هذا سرقني. فعل هذا ليكيد لي. أو تعرف ما هو الكيد يا عبد المنعم؟ هو نوع من الحسد أو الطمع، بل هو خليط منهما. الحسد هو أن تتمنى لغيرك الزلل والفقر، بينما الكيد هو أن تمارس ما استطعت كي توقع إنسانا آخر بالزلل والفقر. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إنما أكرمتني به أوغر صدر طالب للكيد لي. أو تدري ما الذي دفعني لأن أزيد راتبك؟ لا، لأنني عرفت أن لك طفلا معاقا يستنزف علاجه جزءا من راتبك. هل لي أن أسأل كيف عرفت هذا؟ تحريت عنك، على رب العمل أن يعرف ما أمكن الوضع الاقتصادي والاجتماعي لعماله. هذا أسلوب مهم لحسن سير العمل. أدر محرك السيارة. إلى أين؟ إلى دار الطالب. إلى دار طالب؟
أستاذ مازن طالبه في السجن. أعلم ذلك، إن في داره عائلة بحاجة إلى من يساعدها ويعينها. وأنت ستساعدها يا أستاذ مازن؟ العائلة لا ذنب لها فيما حصل، السارق ينال عقابه في السجن، فما ذنب زوجته وأولاده في كل هذا؟ ما شاء الله ما شاء الله. أستاذ مازن أنت رجل مثالي وشاب. لست إلا مجرد إنسان عادي يلتزم بمبادئه وقيمه الإسلامية. أدر محرك السيارة وتوكلنا على الله. توكلنا على الله.